ولفت شكري إلى أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي. خبر في الشأن المصري أيضا، حيث شنت الناشطة السياسية دعاء خليفة عضو حركة التمرد سابقا، شنت هجوما حادا على مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة العقيدة أحمد شعبان، واتهمته بتدمير الحياة السياسية والإعلام في مصر على حد تعبيرها. ونشرت خليفة مقطع فيديو عبر صفحتها على فيسبوك يظهر محادثة سابقة بينها وبين شعبان المقرب من اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، مشيرة إلى أنها ساعدته على التواصل مع الإعلاميين، وأنه عرض عليها تولي منصب نائب محافظ لكنها رفضت، قبل أن يدب الخلاف بينهما ما جعله يدفع برنامجا بالقناة الأولى المصرية لوصفها بأنها امرأة سيئة السمعة بحسب قولها. أنا دعاء خليفة أحد مؤسسي تمرد، وعضو وكنت عضو لجنة العفو الرئاسي، وكاتبة صحفية للنهاردة في جريدة الدستور، يتقال عليها في القناة الأولى تلفزيون بلدي دولتي امرأة سيئة السمعة، عشان بشتكي من صاحب المقام الرفيع الرئيس التنفيذي لمصر اللي بيعمل كل حاجة في مصر، والكلام ده أنا بقوله بقالي كام يوم. اشتكيت منه واتجرأت إن أنا أناشد الرئيس وأقول له أنا متظلمة من المسؤول المكتب الإعلامي عند حضرتك، فلازم أكون عبرة ولازم أطلع سيئة السمعة. قبل كده حصل لي، ده مش أول مرة تحصل لي. أنا عاملة الفيديو ده عشان أشكر سيادة الرئيس وأقول له شكرا يا رئيس، حضرتك جبت لي حقي وحمتني من بطش وظلم الراجل بتاعك. إذا كان أنا بيتعامل معايا كده بالظلم وبالافتراء، عشان كان بيبتزني وأنا برفض، عشان أنا مستهدفة منه بقالي كتير وأنا برفض. شكرا يا ريس إنك معرفتش تجيب لي حقي، متشكرة جدا يا ريس. مفيش قدامي دلوقتي غير إن أنا أطلع بشكوتي لجمعيات حقوق الإنسان العالمية. هناك امرأة مصرية اسمها دعاء خليفة تم اضطهادها من مسؤول المكتب الإعلامي الرئيس الجمهورية المقدم أحمد شعبان شخصيا، اللي كان دايما بيستشرني وكان دايما بياخد رأيي في حاجات كتير، ولما كنت لا أقول له لأ ده كده هيأدي بينا لمواقف مش سليمة، كل كلامي عندي بيه مليون مستند. ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الناشط السياسي محمد عباس. محمد مرحبا بك. محمد، يعني كيف رأيت هذا الفيديو؟ يبدو أن هناك معركة تدور ما بين النظام وأجنحته المختلفة. يعني أنا شايف الفيديو ده في إطار تمرن الكثيرين تحت أحمد شعبان من أداءاته والطريقة اللي بيتعامل بيها مع الناس. أحمد شعبان هو المسيطر الأول على الإعلام في مصر، بقاله أكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات. بتكتب وراه أحمد لو تفتكروا عباس كامل والسيسي، السيسي في تسريباته لما كان بيقول بتكتب وراه أحمد، هو كان يقصد أحمد شعبان ده تحديدا. أحمد شعبان مهندس تدمير الإعلام في مصر. أحمد شعبان هو الرجل الأقوى في المنظومة الأمنية حاليا، ليها سلطة وواجهة رئيسية في مصر تحديدا. الإعلام أداة رئيسية من أدوات المخابرات في مصر، فهو كان هو المسيطر عليها وما زال هو المسيطر. يعني شفنا رئيس تحرير اليوم السابع وهو طالع بيدافع عن أحمد شعبان وبيكل الاتهامات لدعاء خليفة. شفنا الإعلام المصري، التلفزيون المصري الرسمي. يعني الحقيقة أنا هذا الحضار وهذا الانحلال اللي وصل للإعلام الرسمي المصري، إن يطلع الإعلام الرسمي في النشر الرسمية في مصر عشان يدافع عن شخص أيا كان داخل النظام، ما حصلتش في تاريخ مصر. يعني الحقيقة ده بيقول لك قد إيه أحمد شعبان ده هو اللي مسيطر على رأيها، هو المدير التنفيذي المصري. واعتقد ان هو ايام في سبتمبر الماضي تحديدا احمد شعبان كان من الاسماء المطروح ان هي يتم الاطاحه بيها بشكل او باخر من المخابرات العامه ومع ملف اداره الاعلام في مصر، لكنه رجع تاني هو وابن السيسي للمشهد مره اخرى، هم رفقاء الفساد في البلد. طيب
محمد، يعني هي تقول إنها كانت تنتمي لحركة تمرد، يعني لماذا لم نسمع أي من شخصيات حركة تمرد التي قامت بما قامت به تحت غطاء الحرية والمطالبة بالحقوق ووقف الاستبداد السياسي الذي كان وفق وصفهم إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي؟ لماذا لم نسمع من أحدهم مساندة لها، نوع من أنواع الإفصاح عن ما يحدث، أو أي نوع من انواع الدعم؟ دعم مين يعني يا جماعه؟ هو الجيش اللي مسيطر والامن اللي مسيطر؟ ما فيش الكلام دوت، ما فيش. الامن والدوله الامنيه في مصر والدوله العسكريه في مصر تحتقر المدنيين بشكل اساسي. رؤيتها للمدنيين ان هم مجرد ادوات انا بستخدمها وبرميها زي التيشو كده بيترمي بعد بعد الاستهلاك. هي دي رؤيه للاسف الشديد، رؤية العسكرية للمواطنين المدنيين. دي نقطة. النقطة الثانية بتوع تمرد، يا إما السابقين يا إما اللي خد مواقف وتراجع عنها وتراجع عن دعمه لتمرد، فهو دلوقتي مغضوب عليه أصلا، ويعني على أقل تقدير قاعد في بيته إذا ما كانش مطارد ومنفي. المؤيد للنظام فهو بيكسب زي ما صنع البسكويت لسيد محمود بدر، مصنع البسكويت اللي عنده عضويه مجلس الشعب، فهم دول واخدين الثمن. وبعض الناس اللي هم شايفين ان احنا كان يعني في البعض، يعني عشان ما نظلمش كل الناس، في البعض كانوا شايفين ممكن احنا بندور على تغيير وكذا وكذا وكذا، اول ما بيتكلموا او بيتململوا من الواقع اللي حاصل بيتم مهاجماتهم فورا. انا شايف ان دعاء كانت أداة وكان ليها دور بشكل أو بآخر. هي بتتكلم على لجنة الإفراج عن المعتقلين، أنا مش بالتأكيد أي حد بيسعى للإفراج عن المعتقلين، أي شخص في السجون، يعني أنا مش هكون في أداة في هدمه، لكن في هذه اللحظة واضح إن في اختلاف جذري في التوجهات، اختلاف جذري في المشهد السياسي، اختلاف جذري إن إحنا ما ينفعش نكمل كده. حتى المدنيين بقى بيكلموا العسكريين إن هو كفايه لحد كده ولازم الوضع يتغير عشان ما نوصلش للانفجار. ده كلام بتاع الناس المدنيين اللي بيكلموا. اعتقد ان ده سر رئيسي من اسرار غضب احمد شعبان على دعاء بشكل اساسي، ان هي بتقول حسب كلامها يعني انه انا بقول له انه ما ينفعش نفضل بالمنظر ده وفي العالم يفضل بالشكل ده. يعني نعم، وضحت الفكره. الغضب وضحت الفكرة. الناشط السياسي محمد عباس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة، لك جزيل الشكر. عودوا لك مرة أخرى سيد سليم. سيد سليم، كيف قرأت هذا الفيديو أو يعني هذه المناشدة من سيدة دعاء والتصريحات التي قالتها، يعني والتداول التي اتهمتها في هذا الفيديو؟ أنا شايف الحقيقة قدام مني دولة صغيرة جدا تكاد لا ترى بالعين المجردة. شايف أنه أحمد شعبان وهو رجل، مع احترامنا لشخصه أو عدم احترامنا لشخصه أنا معرفوش الحقيقة، إنما هذا الرجل ده رجل عقيد في الجيش بلا خبرة سياسية وبلا خبرة إعلامية، فيصبح هذا العقيد في الجيش اللي عمره في حياته ما اشتغل في الإعلام ولا اشتغل في السياسة، يصبح هو الذي يدير المنظومة السياسية، اللجنة التنسيقية بتاع الشباب الأحزاب اللي عملت مجلس الشيوخ حسب كلامها، نمرة 2 هو الذي يدير الإعلام. المهم جدا انه ده بيستشير دي اللي هي برضو بلا خبرة لا هنا ولا هنا، يعني يعني هي قالت الاول كان بيستشيرني وكان بيسمع كلام وحاجات من هذا القبيل. يعني الدولة المصرية يعني بقت صغيرة جدا الى درجة انه ده بيستشير ده. العركة في الحقيقة واحدة انا شايفها انها يعني عايزة تاخد امتيادات أكتر، فهي سكنوها كاتبة في جريدة الدستور وكفاية عليك كده، وعدوها تبقى نائب محافظ زي ما قالت وما حصلش. وهو إذا كانت المسائل كلها الدولة بتدار بهذا الشكل، فهي الحقيقة مسألة مش لصالح دعاء خليفة، لا بالعكس، وجود دعاء خليفة في أنها بياخدوا رأيها وبيستشاروها ومحدش عارف عنها حاجة في الأساس، غير أنها واحدة من مؤسسي التمرد اللي هي أساس تمويل إماراتي في الأصل وتبني أمني في الأساس، يبقى الحقيقة مسألة يعني
تدين فكرة السلطة في مصر، يعني بغض النظر عن اللي حصل مع دعاء أو أنه دعاء استفاقت أو أفيقت أو أنه حد دفع بها لمعركة فقالت هذا ربي هذا أكبر، فراحت ناحيته فلقيت أنه أحمد شعبان ده لا يزال لسه عظمة ناشفة، فنزلة طالعة أنها تعمل هذا الكلام. ودليل على كده أنها جايبة صورة جمال وعلاء مبارك كاتب عليهم ولاد الأصول، يعني هي داخلة معركة في إطار الأداء السياسي البدائي اللي هي واحدة عايزة تكيد جارتها مش عايزة تجد حد في السلطة. فأنا شايف أنه الحقيقة يعني شكل الدولة المصرية كشفته دعاء خليفة، وكشفته بوجودها هي على رأس الدولة المصرية، وعلى والراجل اللي اسمه العقيد بتاع الجيش ده أساسا أحمد شعبان الذي يدير ملفي الإعلام والسياسة. ما فيش في الدولة حد سياسي يدير، ما فيش حد إعلامي يدير، وبعدين كتاب الصحف بما فيهم الدستور اللي هي بالأساس فيها أنها جورنان خاص بيجري تسكنهم بقرار جاي من فوق، فهي مش عاجبها انها تبقى كاتبه في الدستور. طب انت قبل كده كنت كاتبه فين؟ يعني انا سالت عليها في الحقيقه هل هي صحفيه يا جماعه؟ قالوا لا مش صحفيه. طب بتقدم برنامج؟ عمرها ما قدمت. ايه مين دي؟ راحت فين وجت منين؟ وايه الدوله يعني السلطه المتواضعه الكفاءه اللي معتمده على ناس متواضعه منعدم الكفاءه في اداره الشؤون العليا للدوله؟ شيء مؤسف الحقيقه. نعم، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي سليم عزوز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا المسائية مستمرة، وبعد قليل الخارجية الأمريكية تقول إن بومبيو قرر تعليق المساعدات لإثيوبيا بسبب قرارها الأحادي الجانب تعبئة سد النهضة.